في فنان شعبي كبير قوي ومعروف بيقول في كل حته انه ما بيحبكش وما بيطقكش عشان انت ركبت عمرو دياب على الجيل بتاعهم. اركب مين؟ هو راكب لوحده عمرو دياب وانا محتاج عمرو دياب ان انا اركبه على الجيل ده؟ راجل 35 سنه على القمه من 89 لغايه دلوقتي. بافتراض ان الكلام مش حقيقي، انت سمعتش الكلام ده قبل كده؟ لا، حتى لو سمعته انا مالي؟ يعني سمعته. أنا هو كل واحد حر بقى يغير يعني ما يغيرش. سمعته. دي غيره فنيه. انت سمعته؟ ممكن. ممكن. اول حرف من اسمه ح بالاماره. ما اعرفش. لا عارف. ده مطرب شعبي كبير يا ممدوح. ما اعرفش والله. ما اقدرش مطرب شعبي. انا ما اتكلمش عن حد وما ما اعرفش النوايا ما فيش. يعني ما حدش جاء في وشي قال لي كده. انت سمعته وعارف كل الفنانين دي. ايام ما انا بعمل البرنامج كل الفنانين كان واحد يقول لي انت منزل عمرو دياب من السماء، والتاني يقول لي مش عارف ايه، يعني كل الفنانين كانت بتتكلم ان انا عامل شغل مع عمرو دياب. بس عمرو دياب كان كلهم. مين اللي قال لك انت منزل عمرو دياب من السماء؟ لا ما اقدرش اقول اسمه صح. لا ده صعب. صاحبي جدا يعني. طب بيغني اي نوع من الاغاني؟ كل الاغاني بس مش شعبي. طب اول حرف؟ طيب مش شعبي. ليه دايما اسمك بيرتبط انك صانع النجوم؟ انت اللي بتطلع الاشاعات دي على نفسك؟ ليه؟ يمكن حقيقي ما احنا مش عارفين. طب في صانع النجوم في ناس مسمين المدرسه عشان هم اصلا نجوم، انت خدتهم وهم نجوم. لا في ناس خدتها ما تحدش يعرفها خالص. اقول لك اسامي؟ كان حد يعرف اليسا مثلا؟ يعني انت اللي صنعت اليسا؟ ما صنعتش، اللي لبسنا ده ربنا. انت اللي نجمت اليسا. جت في شارع النجوم. انت اللي نجمتها. اليسا جت في شارع النجوم ما كانش حد يعرفها. واحد اسمه الله يرحمه اسمه اسماعيل النقيب قال ممدوح موسى جاب واحده امبارح احنا مش عارفين اسمها، بنت زي القمر، كانت اليسا. شيرين ما كانش لسه حد يعرفها، ما كانتش عملت ايا ليل، طلعتها. فضل شاكر انا اللي مطلعه. عاصي الحلاني ما كانش لسه عامل الا انا مارج مريت، طلع من برنامجي. كل الفنانين دول طلعوا من برنامجي. طب وحتى احمد طلع من برنامجك يعني انت أحمد يعني السقا. اللي نجمته؟ ما نجمتش، انا بقول لك كان الناس عرفتهم من خلال البرنامج. يعني ده كان دورك بس؟ مش دوري. مش دوري، في ناس كتير بقول لك.